الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي الكاظمي مظهر محمد صالح إن التهديد الأكبر للعراق اقتصاديا في السنوات المقبلة يتمثل في تذبذب أسعار النفط وشح الموارد وتأخر قطاعي الزراعة والصناعة واستمرار النمو السكاني. وأضاف صالح أنه في عام 2014 حدثت أزمة مالية دفعت العراق على مدى 3 أعوام لاستدانة 18 مليار دولار على شكل قروض ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد وأيضا صناديق وجهات تابعة لعدد من الدول. أما من الداخل فقد اضطرت الحكومة لاستدانة نحو 50 مليار دولار من مصارف حكومية تحمل البنك المركزي 63% منها. بلغت مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.2 مليار دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي 1,214,188,628 دولارا بمعدل يومي بلغ 242,837 دولار. هذا وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار واحد. أعلن مسؤول نفطي عن خطط لزيادة الإنتاج في حقل بدرة في محافظة واسط مع شركة غازبروم نفط الروسية. وقال علي الوردي المسؤول في وزارة النفط إنه من المقرر زيادة حجم إنتاج النفط في حقل بدرة في العراق مع شركة غازبروم نفط الروسية. وفي وقت سابق قال وزير النفط حسين إسماعيل إن بغداد تريد توقيع عقد مع الشركة الروسية لتحسين ظروف تطوير الحقل النفطي في واسط. قال رئيس مجلس محافظة السليمانية هفال أبو بكر إن تركيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع كردستان وبقية مناطق العراق إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف أبو بكر أنه في السنوات الماضية تعززت العلاقات التجارية بين كردستان العراق وتركيا، مشيرا إلى أنه تم شراء 8000 وحدة سكنية في تركيا من قبل العراقيين من عدة محافظات، مؤكدا أن أعداد السائحين العراقيين الوافدين على تركيا ارتفع بنسبة كبيرة جدا. أغلق خام البصرة على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، فيما أغلق خام برنت على مكاسب مع تذبذب أسعار النفط عالميا. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار 23 سنتا ليصل إلى 87 دولارا و68 سنتا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية كبيرة بلغت 4 دولارات و22 سنتا، بما يعادل 4.81%. هذا وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار 54 سنتا ليصل إلى 85 دولارا للبرميل. وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك بتخفيض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يقابلها التوقعات بركود اقتصادي جديد. وهذه انتقالة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
كتاب الموجز، إلى اللقاء.